احنا بنتكلم عليه هيبقى تأثير عميق جدا جدا، حتى مع الدول التي استطاعت ان هي تحتوي هذا المرض ويبقى في اقل حدوده، حتى ده لان الأزمة الاقتصادية هي أزمة يعني عالمية مش على قد. تحية تقدير واحترام. يتضامن اجتماعنا اليوم في شهر مارس شهر المرأة المصرية لما يتضمنه من العديد من المناسبات الخاصة بالمرأة، اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني إلى المرأة المصرية العظيمة، السند الحصن والدرع للوطن، دمتي لمصر عزيزة أبية صامدة قوية. وأتقدم لسيادتكم باسمي وباسم المجلس القومي للمرأة وباسم سيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير لإرادتكم السياسية الحكيمة وإيمانكم العميق بأهمية دور المرأة في المجتمع، حيث تم إقرار استراتيجية لتمكين المرأة والعديد من السياسات والقوانين وكسر الحواجز الزجاجية لمناصب لم تصل إليها المرأة من قبل، ودعمها بالعديد من القرارات التي تعكس مدى حرص سيادتكم على إنصاف المرأة المصرية. ولهذا فقد اتسم عهد سيادتكم بالعصر الذهبي للمرأة، حيث تعيش المرأة حالياً أزهى عصورها وتجني ثمار سنوات طويلة من الكفاح للحصول على حقوقها، وأصبح سقف طموحها عنان السماء. فخالص الشكر والتقدير لسيادتكم، وأنقل إلى سيادتكم أمنياتي وأمنيات المرأة في جميع ربوع مصر أن نحتفل مع سيادتكم بعيد المرأة المصرية بعد انتهاء هذه الأزمة بسلام بإذن الله. فخامة السيد الرئيس، يشرفنا الآن الاستماع إلى سيادتكم، فلتتفضل سيادتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بيكم أهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بيكم ومن خلالكم الحقيقة أن أنا أتوجه لكل سيدة مصرية، أم كانت أو بنت أو أخت، بكل التحية وكل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز. والحقيقة يعني كلامي عن المرأة المصرية هو تقدير، هو عرفان بالدور وعرفان بالمكانة اللي المرأة المصرية تستحقها، ده حق هي تستحقه. ولو احنا عندنا زي ما قلت قبل كده انصاف حقيقي في فينا كلنا كمصريين، يعني كان الامر ده يبقى من زمان قوي وبشكل اكبر كتير من اللي قدم خلال الفتره اللي فاتت. انا اسمحوا لي ان انا يعني اتشرف ان انا التقي بيكم كنماذج عظيمه مشرفه من يعني سيدات مصر، فأهلا وسهلا. والحقيقة ده يمكن في إطار الاحتفال سواء كان بيوم المرأة المصرية أو بعيد الأم أوجه التحية والتهنئة بليلة الإسراء والمعراج أيضا. فكان لابد النهاردة بعد فترة ما كلمناش فيها مع الشعب المصري خلال الفترة اللي فاتت ديت، واسمحوا لي أن أنا أكلمكم عن موضوع بيهمنا كلنا دلوقتي خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها، وهو طبعا الأزمة الخاصة بأزمة كورونا. والحقيقة يعني من غير ما أطيل عليكم، هي أزمة أنا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله، لم يعني يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم كله. احنا بنتكلم النهاردة في أكتر من 177 دولة انتشر فيها هذا الوباء يعني. وبالتالي يعني تأثيراته هتبقى تأثيرات كبيرة جدا جدا، يعني أتصور أنه هيبقى شكل العالم مختلف كتير عن قبل هذا الأمر. والتأثير الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى تأثير عميق جدا جدا، حتى مع الدول التي استطاعت ان هي تحتوي هذا المرض ويبقى في اقل حدوده، حتى ده لان الأزمة الاقتصادية هي أزمة يعني عالمية مش على قد
التأثير والآثار اللي هيترتب عليه مش بس تمس البشر، تمس حتى زي ما بقول كده الظروف الاقتصادية. وهنا عايز أقول اللي احنا في مصر، يعني من أول ما ابتدت هذه الأزمة في تبان من خلال ما حدث في دولة الصين، وإن احنا على طول تلبية للمصريين اللي كانوا موجودين في مقاطعة ووهان في الوقت ده، تم على طول تشكيل يعني مجموعة أو لجنة لإدارة الأزمة دي، لأنها اعتبرنا دي أزمة يعني محتاجة مننا إن احنا نعد نفسنا إعداد جيد ونجهز نفسنا تجهيز جيد لمجابهتها. الحقيقة الإجراءات كتير، وأنتم يمكن تكونوا متابعين كل الإجراءات دي بشكل أو بآخر. الإعلام بيقوم بدور الحقيقة رائع جدا جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة. ده موضوع بيتم تغطيته بشكل جيد جدا. طب أنا يهمني إيه في الموضوع دوت هنا في مصر؟ إن إحنا كدولة انتبهنا لهذا الأمر ورتبنا نفسينا ترتيب جيد، وبقول ترتيب جيد طبقا للمعايير العالمية. الدولة المصرية كانت دايما بتتعامل مع الأزمة أو استعدت للأزمة وبتتعامل مع الأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية في هذا الإطار بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وده أمر يعني بقوله لكم دلوقتي وبقوله من خلالكم لكل المصريين اللي بيسمعوني، دي دولة بتجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم جدا، وإذا ما كانتش تتضافر كل جهود الدولة، مؤسستها، أجهزتها، المجتمع المدني، الشعب نفسه أو اللي هو المصريين بكل عناصرهم، كل دول لو ما حطناش إيدينا في إيدين بعض واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم ومسؤول وجريء هنخسر كتير. وأنا مش بقول كده يعني مش بخوفكم ولا حاجة، بس احنا تعودنا مع بعض ان احنا نكون صادقين وأمناء. أنا قدام مني الإجراءات اللي اتعملتها مصر من أول الموضوع، ممكن أقراها عليكم وإذا كان ده مناسب ليكم أقوله لكم عشان تعرفوا إن الموضوع ما كانش يعني الإجراءات مترتبة ومتنظمة، وكل فعل مش ليه رد فعل، ده كان في فعل في مواجهة أفعال وإجراءات وأحداث بتمسنا. طيب يهمني برضو إيه هنا، إن إحنا لما بقول إن إحنا كمصريين نكون مسؤولين كلنا، الإعلام مزيد من التوعية ومزيد من الاشتباك مع المسألة ومزيد من نشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن هذا الموضوع عشان نشكل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس. مش عايز الموضوع ياخد وقت يعني ياخد مننا كلام كتير عشان أنا شايف التعبئة كبيرة قوي والناس كلها طبعا منتبهة يعني، بس احنا عايزين نحول التعبئة ديت والوعي دوت والتخوف ده والتحسب ده إلى إجراءات مجتمعية، المجتمع، الناس. بالمناسبة احنا ما خبناش عليكم حاجة، وأنا اللي بقول كده للمصريين لأن طبعا يعني خلال مسيرة 6 سنين على الأقل اللي فاتت، كان دايما الدور اللي بيشكك في كل إجراء بنعمله قائم وموجود وحيظل موجود، التشكيك والحديث أقل ما يقال فيه أنه هو حديث كاذب وفيه افتراء كثير. ده مش على موضوع كورونا بس، لا، ده حالة هتعيشها مصر زي ما أنا قلت قبل كده، على مدى أكتر من 80 سنة عاشتها مصر
وتسببت في تشكيل حالة لدى المصريين من عدم الثقة، عدم الثقة بأنفسنا، عدم الثقة بأي حاجة تحزر نتكلم عنها الناس تاخدها في الغالب يتم تشكيك فيها. الحالة دي تشكلت بقى لها 80 سنة واتكلمت فيها كتير، بس أنا بقول اللي احنا فيه النهاردة يدعونا ان احنا نتوقف قدامها تاني، لان بيتم مرة تانية التشكيك في كل إجراء. طب احنا هنخبي عليكم ليه؟ عليكم يا مصريين هنخبي هذا الأمر ليه؟ هو الأمر ده قاصر على مصر بس؟ ده في الدنيا كلها. طب هو آثاره هائلة على الدنيا كلها. يعني عايز أقول احنا مش استثناء في ان ممكن يعني يصيبنا هذا الأمر، لكن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لطفا منه حتى الآن بينا، لطفا منه حتى الآن بينا، وبإجراءات علمية حقيقية، وبإجراءات علمية حقيقية واحترازية حقيقية قامت بها الدولة المصرية عشان تحتوي ويعني تحول دون أن يكون في انتشار يعني يبقى مؤذي لينا، مؤذي أذية كبيرة جدا جدا. هل ده لما نعلن أرقام وبيانات من جانب الدولة وحد يشكك فيها ننسى أن المشككين ده جزء من استراتيجيتهم وجزء من مسارهم معنا، مش على مدار الست سنين اللي فاتوا، ده على مسار 80 سنة وحنظل عايشين كده، هنفضل طول ما احنا عايشين معاهم هم اللي نعمله يشككوا فيه، ودايما يعني التشكيك كله سلبي عشان يحسسوا الناس بعدم الأمان وعدم الراحة. فاللي أنا عايز أقوله إن احنا اتعاملنا مع الموضوع من الأول وكالعادة بمنتهى الشفافية، والبيانات تطلع من وزارة الصحة ومن الحكومة بشأن هذا الموضوع، بيانات بتعكس الواقع اللي احنا موجودين فيه. وبالمناسبة الأرقام اللي بتطلع هي أرقام موجودة عندنا. طب يعني انتم مستكترين ان ربنا حتى الآن يحافظ علينا بالعلم وبالأخذ بالأسباب، عشان ما حدش يعني ياخدنا في اتجاه بالأخذ بالأسباب، ربنا سبحانه وتعالى ما يحميش مصر. فأنا بقول لكم كده عشان مش أطمنكم بس، ولكن كمان عشان ناخد بمزيد من الأسباب. احنا بنقول كده عشان احنا كمصريين احنا طبعا متابعين، ومواقع التواصل الاجتماعي بتشغي بتعليقات وفيديوهات وكلام، يعني المصريين عنده دمهم خفيف جدا الحقيقة، ففي كلام كتير يعني بيتقال في مواقع التواصل. لكن احنا زي ما بنقول ان ربنا لطفا منه حتى الآن، وبالإجراءات اللي احنا عملناها يعني إجراءات غير مسبوقة بصراحة من جانب الدولة. احنا أول المجموعة ما جت كانت المجموعة اللي هي جبناها من المقاطعة الصينية، جت على في يعني في منطقة في مطروح معدة خصيصا، مش كده يا دكتورة؟ معدة خصيصا لهم عشان يبقى المجموعة كلها من أول طاقم الطيارة لغاية الطاقم الطبي لغاية الركاب المصريين اللي كانوا موجودين وضعوا في عزل كامل لمدة 14 يوم حتى اطمأنينا عليهم، وخدنا الإجراءات الطبية طبقا زي ما قلت كده للمعايير. ثم بعد كده بنتعامل مع الواقع اللي موجود. مش انتوا تابعتوا لما حاجة حصلت في الأقصر في مركب من المراكب اللي هي برضو الإجراءات الطبية طبقا للمعايير اتخذت، وتم الكشف على كل الناس اللي موجودة في المراكب النيلية، مش كده؟ ثم إجراءات تطهير وتعقيم كاملة قامت بها الدولة للمراكب ديت. يعني عايز أقول إيه اللي يهمني أن يوصل لكم في المسألة بتاعت في مسألة معالجة كورونا كأزمة وكوباء عالمي، أن الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهته. فانتم ما تستكتروش ان رد الفعل كده النتيجه تبقى كده، ولكن خلونا نقعد اسبوعين على الاقل كده، يعني مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤوليه،
مزيد من الجدية، أقول مزيد من الانضباط، مزيد من الانضباط. ساعدونا يا مصريين إن إحنا نعبر الأسبوعين على الأقل، بأن حجم المصابين أو حجم الأرقام المعلنة ما تزيدش كتير عن اللي إحنا مش عايزين نوصل، ويمكن لأرقام أكبر من كده. ليه بقول كده؟ التوصيف الطبي للموضوع أو للفيروس ده، ولكن هو سريع الانتشار، سريع الانتشار. وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية، نتكلم على أعداد ممكن تتحول إلى آلاف في أيام قليلة. ودي كنتوا شايفين الدول، يعني متابعين دول، وأنا ما بحبش في مثل الأحوال الصعبة دي إن أنا أسمي دول بعينها. فالمتوالية الهندسية دي أو المتوالية العددية اللي ممكن النهاردة شخص مصاب واحد ممكن يصيب كثيرين جدا جدا، وبالتالي طبعا كل واحد بيروح بيته وبيلتقي بأسرته وبيلتقي بأصحابه وبيلتقي بالشغل بزملائه. تصوروا بقى احنا الموضوع يبقى عامل ازاي. يبقى الارشادات اللي بنقولها والاجراءات اللي الحكومة اتخذتها خلال الفترة اللي فاتت واللي ما زالت حتى الآن، الحد الأدنى من جانب مجتمعنا، من جانب شعبنا يعمل ايه؟ هو بس يعني يساعدنا أكتر، يساعدنا أكتر. لما نقول احنا خدنا إجراءات بسيطة خالص، يعني جونا قلنا طب التعليم وقف المدارس والجامعات، طب الموظفين، طب قلل العدد مش عارف ازاي، طب بالنسبة للمحلات طب نخفض المدة لغاية 6 مساء عشان كل ده بنقلل حجم التعرض، حجم التداخل بين الناس، حجم الاختلاط بشكل أو بآخر. احنا 100 مليون، احنا 100 مليون، ولازم ناخد الأمور بمنتهى منتهى زي ما قلت كده الجدية والحرص والحذر حتى نخرج من الأمر ده يعني بسلام إن شاء الله. برضو نقطة مهمة أو أحب أتكلم فيها، إحنا ما عندناش مشكلة خالص وفي السلع، في السلع مفيش مشكلة في أي حاجة. ودايما في كل لقاءاتنا اللي أنتوا بتشوفونا مع الحكومة وأعضائها دايما بيبقى دايما العنوان الرئيسي مع وزير التموين هو حجم الاحتياطي المتيسر لدى الدولة المصرية. أبدا مفيش أي حاجة من المواد الغذائية تقل احتياطية عن 3 شهور، مش كده دكتور مصطفى؟ نتكلم على عايزين تتكلموا في أي سلعة أساسية، رز، زيت، سكر، يعني مش عايز أعدد الكلام ده موجود. طب إحنا بنتكلب ليه؟ يعني نتكلب ونروح ننزل نجيب أكتر من حاجتنا ليه؟ وبالرغم كده إحنا يعني برضو هتجدوا السلع متوفرة، بس أنا أقصد أقول ما تحملش نفسك أعباء مالية تنزل تجيب حجم ضخم جدا تحطه في البيت وانت مش محتاج تعمل كده. الحاجة موجودة ومش حت مش حت مش ان شاء الله مش هتنتهي، واحنا حرسين على كده. زي ما قلت كده في برضو موضوع تاني عايز يعني اذكره لكم، ان احنا اسمحوا لنا باسمي وباسم كل المصريين اتقدم للقطاع الطبي في مصر، اطباء واطقم تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. انتوا بتخوضوا معركة زي الحرب دلوقتي خلاص، ويعني ده أمر مقدر، ويبقى ممكن يبقى فيه تضحيات زي ما انتوا بتسمعوا في كل الدول. فده يعني دي معركة لكم فيها منا كل التقدير وكل الاحترام والاعتزاز، وهي زي ما قلت كده حرب، حرب انتم أبطلها. فأنا بشكر كل من يعمل في هذا القطاع دلوقتي ويتصدى وبيتصدى وبيتعرض للأذى وللضرر نتيجة هذه المعركة. مش هيفوتني برضو أن أنا أشكر الحكومة، وأنا يمكن في بعد الأزمة يعني السيول العنيفة والطقس السيء اللي حصل، أنا يمكن يعني وجهت الشكر للحكومة لإدارتها لهذا الأمر اللي هو كان برضو غير مسبوق، يعني لم يحدث في تاريخ مصر المعاصر أن يبقى ممكن تيجي موجة طقس بالشكل ده وحجم
يعني مطر وسيول بالشكل ده، وبرضه نتيجه الاداره المتوازنه الهاديه العلميه كانت الاضرار في اقل ما يمكن. طب هل احنا يعني لما تعاملنا معاها بهذا الشكل والاضرار ديت، هل احنا كدوله كحكومه هل هي مش هتجابه كل الاثار السلبيه اللي ممكن تكون نتجت عنها؟ الناس اللي اديرت القرار كان تاني يوم، قرار التعويض للناس من جانب الدوله والوقوف بجانبهم كان تاني يوم، يعني ما قعدناش مثلا 10 15 يوم عشان لا. ثم حتى في من غير ما اذكر مناطق بعينها قلنا ان حجم الضرر الناجم عن هذا الامر يتعاد صياغته بشكل يليق بمصر، يعني من غير ما اذكر اسم المنطقه اتخذنا القرار بان احنا نبني بشكل حضاري لاهلنا اللي هم اديروا في هذه المناطق اماكن للاقامه بشكل حضاري زي ما احنا بنعمل مع المناطق الخضراء. يعني اللي انا عايز اقوله هنا في ده ايه؟ بهدوء خالص انا بتكلم، بهدوء خالص انا بوصل الرساله للمصريين ان الدوله المصريه في ظل الامكانيات اللي موجوده عندها ابدا لا تألى جهد ابدا في ان هي تقوم بما يمكن او يجب عليها ان تقوم به. وعشان كده انا كان 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 تقديري لدور الحكومه وادائها في ازمه الطقس السيء ده، وحتى زي ما قلت كده اللي ما زال حتى الان قائم فيما يخص ازمه كورونا، وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت كده يحفظنا كلنا ان شاء الله. يبقى ان انا برضو اوجه الشكر كمان للقوات المسلحه وللشرطه المدنيه ولكل قطاعات الدوله التي تعمل على مدار الساعه، وعلى الاعلام بصراحه. الاعلام قام بدور عظيم جدا جدا في توضيح الصوره ودحض الشائعات اللي بتطلع او سواء كان بقصد او بدون قصد عشان ندي الصوره الحقيقيه للمواطن المصري ويبقى على اتصال وعلى معرفه حقيقيه بالتطورات اللي بتتم فيها. فكل التحيه ايضا لهذه المؤسسات وهذه الاجهزه، وبقول الامر لسه ما انتهش. احنا هنتحرك اكتر، هنبذل جهد اكبر، والاجهزه ديت والمؤسسات اللي بتكلم عليها سواء كان القطاع الطبي في مصر او مشاركه القوات المسلحه والشرطه وبقيه الاجهزه في عمليات التطهير والمعالجه للتغلب على هذا الفيروس مستمره. فده امر مستمر وهيستمر، وانا بقول كل اللي مطلوب من المصريين تاني بكرره، من فضلكم ساعدونا ان احنا نعبر اخطر ازمه. شوفوا احنا من 2013 و14 و15 و16 بنبذل جهد عشان نتقدم بمصر للمستوى الذي يليق بمصر والمصريين، وبذلت جهود ضخمه جدا وتضحيات كبيره، تحدي من في مواجهه الدوله، والدوله خدت القرار وجبهه التحدي، وانتم يا مصريين المصريين وقفوا وتكاتفوا وتحملوا. وكانت النتيجه ان خلي بالكم ان ممكن نقول يعني من نص 19 لغايه النهارده الحجم التداعي اللي موجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا، وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخمه جدا. وصدقوني يعني وده موضوع مش مزايده مني لكم، والله لولا خطه الاصلاح الاقتصادي وان ربنا وفقنا وان احنا نجحنا فيها ما كنا ممكن ابدا نتحمل التداعيات اللي انا بتكلم عليها ديت. يعني جزء مش جزء تقريبا الصمود اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه لغايه النهارده هو اساسه المصريين
بصمودهم قدام الضغوط الكبيرة جدا اللي حصلت في خطة الإصلاح الاقتصادي. بس خلي بالكم وإحنا بنتحرك في ده وابتدت المؤشرات، كل المؤشرات والدنيا كلها كانت بتتكلم على الأقل في السنتين الأخرانيين على إن إحنا حققنا نجاح كبير جدا، وقطاعات كتير جدا في الدولة تعافت، والاحتياطي وصل لمستوى جيد، والمؤشرات الاقتصادية ونسب العجز والبطالة وكل الكلام ده تحقق خلال بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضلكم لما أنتم صمدتم معانا كمصريين في مواجهة الظروف ديت. دلوقتي أقل تداعي نتمناه هو أن احنا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر. الضرر هنا مش اقتصادي، لا لا، شعبنا غالي علينا، أهلنا غالين علينا. أي إنسان مصري، ومش أي إنسان مصري بقى، أي إنسان في العالم يهمنا إنه يبقى في أمان وسلام. وطبعا الأولى إن احنا بما إن احنا مسؤولين عن بلدنا وعن الناس، فإحنا أهلنا المصريين ما نحبش أبدا إن احنا مش التزام قيادة تجاه شعبها، لا ده حتى التزام إنساني وأخلاقي، التزام إنساني وأخلاقي وديني، إن لا يتضرر أبدا الشعب المصري. ولن يكون ده يعني ده رابع مرة أقولها، رابع مرة أقولها معلش، إلا أن أنتم من فضلكم كالعادة ساعدونا بأن احنا بصمودكم بإصراركم. وهنا بقى يمكن هطلب من المرأة المصرية الدعم. صحيح من فضلك يعني ساعدينا بأن احنا زي ما قلت كده أن اللي احنا قلناه وبنطلبه منكم من الناس تبقى موجودة في بيوتها، وأقل حجم من التعرض يكون موجود. أنا بطلب منك، أنا طلبت من المصريين في بداية كلامي، لكن بطلب كمان من السيدة المصرية، بقول لها من فضلك هذا أمر جلل. أنا ما مش عايز أخوفكم، بس أنا مش عايز أخوفكم والله، عايزين نعدي ال 14 يوم اللي جايين دول بأقل حجم من الضرر، لأن احنا لو قدرنا نعمل كده يبقى احنا ابتدينا يعني ابتدينا نعبر مرحلة صعبة. وزي ما انتوا شفتوا يعني في دول يصل الحجم الخسائر اليومية إلى 500 و700. مش عايزين أبدا أن هذا الأمر يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يحصلش عندنا. طب بالأسباب، العالم كله بتحشد بعشرات ومئات المليارات من الدولارات لمجابهته، حتى الدول الظروف الاقتصادية صعبة. ويمكن احنا في اول ما ملامح الموضوع ابتدت تبان رصدنا 100 مليار، وبرضه اتقال يعني طب انتوا هتجيبوا ال 100 مليار منين؟ مش كده؟ هو احنا قليل ولا ايه؟ هي مصر قليله ولا ايه؟ صحيح؟ لا والله. هنقدر. ويمكن انا بس مش عايز اقول في نقاشنا مع الموازنه مع دكتور مصطفى ومع وزير الماليه او مع الحكومه يعني بنتكلم على ان احنا لازم يكون لنا احتياطيات اكبر من كده، عشان نجابه التحدي والآثار المترتبة عليه. فأنا مش عايز بس يعني أطول عليكم أكتر من كده، ولكن اسمحوا لي أن أنا أقول لكم على الإجراءات، بس أقولها سرد مكتوب عشان نقولها، ثم الإجراءات اللي اقترحناها أن احنا نعملها أو مش اقترحناها قررناها النهاردة نقولها برضو نعلنها على حضراتكم. يعني إن ضخامة تلك الأزمة التي قد تمتد آثارها تستوجب تضافر كل الجهود، سواء دوليا للعمل المشترك لتخفيف آثار الوباء، وداخليا من خلال تكامل جهود الدولة والمجتمع للمساهمة في تخفيف التداعيات السلبية على الفئات الأكثر احتياجا. وفي إطار جهود الدولة في ذات الشأن، فقد وجهنا باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتلك الأزمة غير المسبوقة، حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي شملت الآتي: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار،
خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يوليو المقبل. رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. وعلى صعيد القطاع المصرفي خفضنا أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر. عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد. دراسة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022. تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية، وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة، وتخفيض جميع مصروفات البورصة. القرارات الاقتصادية برضو بضيف عليها، في كان العديد من مبادرات البنك المركزي، واسمحوا لي ان انا برضو اتلوها عليكم. يعني مبادرات التمويل العقاري لمتوسط الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%. وبالنسبة لقطاع السياحة اللي طبعا يعني تضرر بشكل كبير جدا جدا الحقيقة نتيجة هذا الوباء، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العامة وأساطيل النقل السياحي، كما وجهنا بتأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة. طبعا من أهم المبادرات مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. بالإضافة إلى التعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي. وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد، حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتزيد نسبة من رصيد المديونية يتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم ضده. الحقيقة دي القرارات اللي أنا عايز أعلن عليكم النهاردة، ودي اللي احنا ما كانش تم تناولها قبل كده، ودي اللي اتخذناها مع الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية. يعني في إطار طبعا اهتمامنا وحرص الدولة على إعلاء مصلحة المواطن في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي، فقد قررت تكليف الحكومة والجهات المعنية بالدولة بالآتي: ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، العلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم، مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. أنا حبيت بس أقول الإجراءات اللي قامت بها الدولة في هذا المجال بشكل مرتب، وعشان يبقى
واصل لكل الناس الإجراءات اللي عملتها الدولة خلال الأسابيع أو الشهور القليلة والأسابيع الماضية وحتى أمس، في إطار إن إحنا بنبذل كل جهدنا عشان نخفف من آثار هذه الأزمة العالمية، واللي طبعا إحنا بنتأثر بها بشكل أو بآخر. أرجو إن أنا ما أكونش أطلت عليكم، وكل التحية ليكم سيدات مصر العظيمات وإلى الشعب المصري العظيم، كل التحية وتقدير والأمان الطيبة لك. وأنا ما حاولتش أتكلم في موضوعات أخرى، لأن ما دون هذا الأمر بصراحة، ما دون هذا الأمر كل الأمور يمكن علاجها، ويمكن بوحدتنا والثقة في أنفسنا وفي حقوقنا وفي قيادتنا إن إحنا نصل إلى حلول لها. المهم إن إحنا نعبر بفضل الله من هذه الأزمة، زي ما قلت كده، بوحدة المصريين وبإرادتهم في، وطبعا وبالتكاتف من كل المؤسسات، المجتمع المدني، رجال الأمورهم على المبادرات اللي بيعملوها. ويمكن يكون إن شاء الله بعد في أقرب فرصة كده يكون نجتمع بيهم ونتكلم على المساهمات اللي هم قدموها وبيقدموها خلال هذه المرحلة الصعبة. برضو مش هنسى أبدا قبل ما أختم كلامي إن أنا أوجه التحية لشباب مصر اللي كان ليه مساهمات رائعة جدا ونبع من إحساس ذاتي ومسؤولية كبيرة بتصرفاتهم تجاه، وانتوا طبعا شفتوا ده ويمكن الإعلام بشكل أو بآخر تناوله. مرة تانية بقول يمكن يعني امبارح كان في قرار بإن احنا الصلوات في المساجد ويوم الجمعة والكنائس يعني يتم تعليقها لغاية الظروف ما تتحسن. وأرجو إن احنا نعتبر إن ده يعني أخذ بالأسباب، يعني لكل الناس، كلنا يعني مؤمنين، كنا مسلمين أو مسيحيين، ولكن زي ما قلت لكم كده، واحد بس في مسجد أو واحد في كنيسة قاعدين في مع جنب بعض من غير ما هذا الموضوع، يعني بقوله كده بس كده في الآخر، وبقول في الآخر إن احنا خدنا وبناخد بالأسباب. وهختم كلامي بدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تفضلي. كل التحية للجامع الكريم ولسيادتك. نحن نعيش من الأمس إلى اليوم في أجمل ما صدر في هذا الدين الإسلام، الإسراء والمعراج برسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الدعاء لابد أن نعلم أنه مستجاب في هذه الأيام الكريمة التي صدر للمسلمين فيها أعظم ما يتواصل العبد بربه، ألا وهي الصلاة. بهذا الإسراء، بهذا المعراج إلى السماوات العلى، عندما يؤمر أمة محمد بالصلاة التي هي لقاء مع الله في كل وقت 5 مرات في اليوم. فأرجو من كل من يلتقي بالله في صلاته أن يدعو لهذا الكون بأكمله ولمصر. بشكرك الحقيقة على هذه اللفتة الكريمة. تفضلي. طبعا بحيي سعادتك وفرحانة بمقابلتي بسعادتك، وفرحانة بابني لأنه اتمناها، اتمنى الشهادة. أنا أم الشهيد البطل عمر من مركز الغربية وأني استقبلت بالخبر بالفرح مش بالعيط ولا زعلان، عشان ابني بطل، عشان هو قال لي نفسي أبقى بطل.
كان على طول بيتمناه. ما شافش سين، يعني كان دايما يقول لي دعي يا امي اجلك شهيد عشان تبقى ام البطل. يعني فعلا فرحانه بيه دلوقتي انني مقابلتي، يعني قابلت سياده الرئيس نفسه. بحييك وبحيي على كلامك وبحيي على امهات الشهداء كلهم، وبعدين بام المثاليه من حضرتك برضو. ده حاجه بشكرك فيها جدا. اخر مره هو مسافر قلت له نفسي اسمع صوتك في الاذان، احنا عندنا جامع. دخل قال لي حاضر. كان دايما يبصني من ايدي وراسي على طول من زغر. لو عامل قلق لحد قول اللي انت عايزاه، يعني احنا مش يعني مش هنسمعك، ده احنا نسمعك ويعني ونقدر كلامك ونقدر مشاعرك واحاسيسك تجاه ابنك اللي انت قدمتيه لبلدنا. اقل حاجه ان انا اسمعك. يوم الجمعه كلمني مرتين اتنين قال لي ادعي لي يا حاج. بقول له ادعي لك بايه يا عمر؟ قال لي مقفله مصر، وانا عندي الكبير اسمه احمد عنده 27 سنة بيتمنى يروح مكان أخوه لو أسبوع لو أسبوعين. والله والله بصدق بحلف بصدق لو أنتم طالبينه أنا بقدمه لكاس عدت الرئيس وفضى مصر كلها. أنا معايا علم مصر اللي جيبيه محتفظة بيه، ولو ادتوني كمان علم مصر أنا فرحان وفرحانة بابنه. عندي حفيد عنده سنتين وشهرين. والله والله لو انا عشت وتربي العمر لاقدمه لمصر. فاحنا مش خايفين من المرض يا سعاده الرئيس، احنا جامدين قوي لان احنا مصريين واحنا في ظهر سر سيادتك. اللي بحييك يا ام عمر، الست المصريه قدمت الشهداء والمصابين من اجل مصر عشان احنا كلنا. عمر عمل كده و استشهد كده عشان الدولة دي تبقى مستقرة وآمنة. حضرتك وإحنا وكلنا إحنا ممنونين ومقدرين لكل أم قدمت شهيد أو مصاب ولكل أسرة قدمت شهيد أو مصاب. أنا اللي بشكرك وبحييك. دكتورة نيفين فضلي. شكرا يا فندم، بشكر حضرتك. معنا أم شهيد الشرطة. فضلي. حضرتك سنيت سنة حلوة ان انت بتكرم الشهداء في صورة امهاتهم، ودي حاجة تحسب لك، يعني يمكن اول رئيس في الدنيا عمل كده. فسعادتي مضاعفة ان انا هنا النهاردة، فخورة بابني طبعا بالعمله. هو كان وحيدي بس ما يغلاش على اللي خلقوه، ما يغلاش على البلد طبعا. انا كنت بتمنى بس انه ولادنا يفضلوا في ذاكرة الشعب. احنا بنتكرم دلوقتي في شخصهم، بس بعد ما احنا نروح حكايتهم تتنسي. يعني كان نفسي قصصهم تدرس في المدارس وتتألف قصص يعرفوا الشباب اللي طالع اللي قاعد على الفيسبوك يهبد ويشتم في البلد ومش عارف قيمة اللي حصل ومش عارف قيمة التضحية اللي هم عملوها عشان البلد دي تقف على رجليها وما تبقاش مصيرها مصير دول تانية فككت أو فيها حرب أهلية أو يعني اللي بتمنى أن حضرتك تتولى الحكاية دي، أنه يبقى فيه، يعني مش هقول قصة ابني عشان ما تبقى شهادتي مجروحة، قصة زي أيمن شويقة الشاب العشريني اللي خد الموت بالحضن احتضن الإرهابي وخده بعيد عن كتبته عشان يفدي كتبته. دي يعني الواحد لما يفكر فيها يقول كان هو بيفكر في إيه في اللحظة دي. ما فكرش في نفسه، ما فكرش في الدنيا اللي ما دخلهاش حتى، هو ما اتجوزت حتى. الشحات يعني البطولات الشرطة اللي ما تتعدش، يعني شباب كتير راحوا وسابوا. أنا ابني ساب ابنه كان عنده سنة ونص، فمراته ترملت وهي عندها 27 سنة. فحاجات زي كده نفسي تفضل في ذاكرة الناس ويعرفوا الجيل اللي طالع يعرف قد ايه البلد يدفع فيها مهر و
وقد ايه دماء غاليه، قد ايه سابوا اهلهم وسابوا لهم الحسره لغايه لما يروحوا لهم. كل ده نفسي يفضل معروف، وبعد ما احنا نروح هم يفضلوا في ذاكره البلد، وتفضل تضحياتهم يعني خالده. طبعا برضو اسمحي لي ارحب بيكي ترحيب خاص وتقدير خاص وامتنان خاص. وعايز اقول لك ان يعني احنا طبعا اذا كنا بنقوم باجراءات لاطلاق اسماء الشهداء على المدارس والشوارع الرئيسيه والميادين والكباري، هي محاوله مننا للي حضرتك تفضلت بيه، لكن كمان ان احنا ويمكن لو حضرتكم بتتابعوا في التلفزيون المصري هتجدوا كثير جدا من قصص امهاء الشهداء وهم بيتكلموا عن ابنائهم وعن، وعشان كده يمكن باكد مع الدكتور اسامه ان احنا يعني القصص كتير ونسجلها وعلى مدار السنه. فاحنا بس نتكلم الاول على فكره ان هو تذكرنا كلنا بالتضحيات وزي ما حضرتك قلت كده بالتكلفة الكبيرة اللي دفعتها الأمهات. في الآخر الشهيد راح عند ربه في موقع تاني أفضل كتير وأحسن كتير من أي حاجة احنا ممكن نعملها له، لكن اللي قدمت ده هي الزوجة والأم ويمكن الأخت، وبالتالي هي اللي بتتألم مهما كان شعورها الوطني ومهما كان يعني صلابتها، لكن هي في الاخر ام يعني، ودي مشاعر ومحدش يقدر، دي اقوى مشاعر موجوده في الانسانيه، مشاعر الام تجاه ابنائها يعني. طبعا عشان تدرس في المدارس ده فكره اكتر من رائعه، ويمكن مش عايز ارجع تاني لموضوع كورونا، لكن هو ده اللي انا عايز اقوله للناس، ان اللي قدم لمصر عشان تصمد كبير قوي، تكلفته كبيره قوي. مصر قدمت الشهداء اللي قدموا والمصابين اللي قدموا من اجل الحفاظ على الدوله دي رقم كبير وثمنه يعني لا يقدر، وبالتالي الاستمرار المسيره ديت والحفاظ على الدوله بكده امر بقى حق علينا ان احنا كمواطنين نقدر هذا الامر بالحفاظ عليها، مش بس في الموضوع بتاع كورونا، لا الحفاظ على الدولة المصرية، وده كلام ما احنا دايما بكرره مش عايز بس اقوله مرة تانية. لكن خليني اقول في الموضع ده ان انا بوجه لك التحية والتقدير والشكر، والمقترح اللي حضرتك بتقوليه احنا فنم هنعمل بيه. حاضر حاضر. مرة تانية اسعدتونا وشرفتونا، والكلام اللي اتقال كله كلام مقدر وجميل واستدعى مشاعرنا كلنا بالفخر، بالفخر بأهلنا، أهلنا كلهم وباللي قدموه وباللي هيقدموه حتى تظل مصر مصر كما هي. أشكركم مرة ثانية.